المنتج المحلي. يلا. يعني بلدك دايما بتسعى ان يبقى فيه تعزيز للانتاج المحلي. والنهارده هنتكلم عن موضوع مهم اعلنه السيد القصير امبارح خلال زيارته لمحافظه كفر الشيخ، بيكشف قد ايه توجه القياده السياسيه وحرصها على تحقيق الامن الغذائي المصري. وزير الزراعة قال إنه القطاع الزراعي بيشهد دعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة دقيقة ومستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكل ما يتعلق بملف الأمن الغذائي. وإنه الدولة المصرية يعني تعتبر من أهم الدول في مجال استصلاح الصحراء، وفي عدد من المشروعات الحقيقة القومية الكبرى في المجال ده واللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها على سبيل المثال الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتشكى الخير، فضلا عن مشروعات الاستصلاح في جنوب الصعيد ووسط سيناء، وكمان مشروعات توفير المياه من مصادر متعددة بجانب مشروعات التوسع الرأسي لاستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية غير شرهة للمياه ومقاومة للأمراض والإجهاد البيئي ومقاومة للملوحة والاحتياجات المائية. بنشوف تقدم كبير في القطاع الزراعي علشان يبقى عندك اكتفاء ذاتي، محتاج ان انت توسع رقعة الأراضي اللي تم فيها عملية استصلاح زراعي، وفكرة ان انت بتحول الصحراء لأرض خضراء مشروعات قومية مهمة جدا. ده حقيقي يا جاد. وعايزة أقول لك كمان أنه وزير الزراعة قال حاجات امبارح خلال زيارته بتخلينا كلنا أن احنا نطمن على المرحلة اللي جاية. قال إيه بقى؟ قال أن مصر عندها مراكز متقدمة في إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وكمان ملف الصادرات الزراعية المصرية بيشهد تنافسية في الأسواق العالمية، وفي إقبال كبير من مختلف دول العالم على الصادرات الزراعية المصرية. وطالبنا إحنا كوسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات والرد عليها وبقوة. وأكد كمان أنه في إطار توجيهات السيد الرئيس لدعم المزارعين تم التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعدد من مصانع الأعلاف لشراء محصول الذرة من المزارعين بأسعار طبعا تنافسية، وده في إطار ضمان تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين بما يساهم في زيادة دخولهم، وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. احنا فعلا كلنا لازم نتصدى للشائعات دي وبكل قوة وحسم، وده أكيد علشان نحافظ دايما على بلدنا مستقرة ومتقدمة. وبنسبة الانتاج الزراعي ما زلنا متصدرين، يعني من اكتر الدول انتاجا للموالح وتصديرا ليها حول العالم. فيعني مزيد من الاخبار الساره الخاصه بالامن الغذائي والانتاج الزراعي. خلونا